توجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. تكلمنا في المقطع السابق على الجدة لأم، وبينا لكم أنها ترث السدس بشرط واحد، انعدام الأم. وأشرنا إلى أن الجدة لأم دليل ميراثها غير موجود في القرآن الكريم، وإنما وجد في السنة النبوية في حديث قبيصة بن ذؤيب الذي تلقاه العلماء بالقبول. الجدة الثانية هي الجدة لأب، الجدة من جهة الأب كذلك ترث السدس، لكن بشرطين عدميين. الأول عدم وجود الأم، والثاني عدم وجود الأب. الجدة لأم ترث السدس بشرط واحد وهو انعدام الأم، الجدة لأب بشرطين، انعدام الأم وانعدام الأب. فإذا كان معها الأب فإنها تحجب حرمانا، وكذلك إذا كانت معها الأم. ودليل توريثها اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، دليل توريث الجدة لأب عمل الصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم. لذلك الجدة لأم أقوى من الجدة لأب، لأن الجدة لأم دليل توريثها من السنة، والجدة لأب دليل توريثها من الاجتهاد ومن عمل الصحابة. ولأن الجدة لأم يحجبها شخص واحد فقط وهو الأم، أما الجدة لأب فيحجبها الأب وتحجبها الأم. لذلك لا بد من الانتباه إلى هذين الشرطين. مثلا عندنا هلك هالك وترك زوجة وترك أبا وترك جدة لأب. الجدة لأب هنا لن ترث شيئا، لماذا؟ لوجود الأب. الأب يحجبها لأنها وصلت إلى الميت من جهة الأب. قلنا لكم أن كل من وصل إلى الميت من طريق شخص وكان هذا الشخص معه في الميراث فإنه يحجبهما على الإخوة لأم كما سأتي معنا. الجدة لأب هنا عندها الحجب، لماذا؟ لأن من شروط توريثها عدم وجود الأب، فإذا كان الأب موجودا فإنها تحرم من الميراث. مثال آخر، هلك هالك الزوجة هنا عندها كم؟ عندها الربع لانعدام الفرع الوالد، والأب سيأتي معنا أنه عاصب، سيأتي معنا فيما بعد. هلك هالك وترك زوج وجد لأب وأم، الأم هنا تأخذ كم؟ لا عذر لكم في الخطأ لأننا تكلمنا على حالتها مسبقا، تأخذ جيد، تأخذ الثلث. لماذا؟ لانعدام الفرع الوارد ولانعدام المتعدد من الإخوة، فتأخذ الثلث لتحقق شروط استحقاقها للثلث. الجدة لأب هنا تحجب، لماذا؟ لوجود الأم. تقدم معنا أن من شروط إرثها عدم وجود الأم، وبهذا يعني يتبين لنا أن الجدة لأب يعني أضعف من ناحية القوة من الجدة لأم، فلا ترث إلا بانعدام الأم والأب، ودليل توريثها ومن الاجتهاد. مثال يعني ترث فيه الجدة لأم، عندنا زوجة وجدة لأب وعم شقيق. الزوجة هنا كم؟ أحسنت، عندها الربع لانعدام الفرع الوارد. الجدة لأب السدس، لماذا؟ لانعدام الأب ولانعدام الأم، تأخذ السدس. العم الشقيق سيأتي معنا أنه دائما عاصب، العم الشقيق كما تقدم معنا في الكلام على أنواع الورثة، الذكور كلهم يرثون بالتعصيب فقط ما عدا أربعة، الأب والجد يرثون بالتعصيب والفرض مع الجمع، والزوج والأخ الأم يرثون بالفرض فقط. هنا عندنا يعني حالة أخرى، إذا اجتمع عندنا في المسألة أكثر من جدة، مثلا هلك هالك وترك زوجة وجدة لأم وجدة لأب وترك ابن عم لأب، الزوجة هنا عندها الربع، الجدتان تشتركان في السدس. إذا كان عندنا جدتان من نفس الدرجة فإنهن يشتركن في السدس، السدس بينهن
بالتساوي يقتسمنا السدس، يعني جد لأم وجد لأب السدس بينهن يقتسمنه بالتساوي. لكن إذا والابن عم لأب عاصم، لكن إذا كانت عندنا جدة قريبة وجدة بعيدة، عندنا مثلا جدة لأم وعندنا جدة أب لأب، هذه أنزل، هذه من الدرجة الأولى، هذه من الدرجة الثانية. يعني مات رجل وترك جدته من أمه وترك جدة أبيه وترك جدة أبيه، فالبعيدة تحجب، القريبة تسقط البعيدة. إذا كان عندنا جدتان إحداهما قريبة والأخرى بعيدة، كأن يكون الإنسان مثلا مات وترك جدته من أمه وترك جدة أبيه، جدة والده من أبيه، فالجدة لأم تحجب الجدة لأب إذا كانت بعيدة. أما هذه فلا يمكن حجبها حتى ولو كانت بعيدة، الجدة لأب إذا كانت بعيدة تسقط وتحجب، أما الجدة لأم حتى ولو كانت بعيدة فلا يمكن أن تحجب، دائما تشترك مع الجدة الأخرى في السدس. فلو مثلا عكسنا القضية وكتبنا هنا جدة أم لأم وجدة أب، البعيدة هي جدة لأم، ومع ذلك لا تسقط، التي تسقط هي التي من جهة الأب لأنها ضعيفة، دليل التوريث أو الاجتهاد، ويحجبها الأب والأم. أما هذه فهي قوية حتى لو كانت بعيدة فإنها لا تحجب. حاول أن تراجع هذه المعلومات التي ذكرناها قبل، يعني أن تتابع معنا الدرس المقبل المتعلق بحالات الأخ لأم. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. Mm-hmm.